مساكم الله بالخير مشاهدينا، لطالما أبهرنا الخط بجماله ومرونة هندسته، وضيفتنا اليوم أحد الشغوفين في هذا المجال. دعوني أرحب معكم بالخطاطة شفيقة محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدأنا حثينا عن بداياتك في عالم الخط، كيف دخلتي هذا المجال؟ في بداياتي كنت أرسم الخط العربي وما كنت أعرف قائدة أو أن قانون الخط العربي، لين ما الحمد لله دعموني ودلوني لمركز الخط العربي. هني بديت في عالم الخط العربي نهائيا غير، في تعلمت الطريقة الصحيحة أن كيف أكتب بالخط الرقعة عقب ديواني وديواني جلي وإلى آخره، ومستمرة والحمد لله. طبعا تفرق من الرسم للكتابة أتوقع، صحيح؟ طبعا نهائيا، يعني كنت عالم غير مختلف جدا، يوم دخلت في عالم الخط العربي عالم ثاني صراحة. تعددت أنواع الخطوط ما بين الكوفي والرقعة والديواني والنسخة، أيهم أقرب لقلبك؟ كل الخطوط يعني كل واحد لها يعني حياة غير عن الثاني، يعني مثلا خط الرقعة غير، خط الديواني غير، لكن أقرب إلى قلبي خط النسخ. لماذا خط النسخ؟ يوم أكتب أحس أني أنا قريبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن خط القرآن أحس أن كل كلمة كأني أكتب كلام الله قرآن، لهذا أتشجع أكثر. الخطاط دائما يحتاج إلى تطوير مهاراته ليحافظ على سلامة الخط العربي، فكيف أنت حافظتي على هذا الجانب؟ الاستمرارية. الخط مو بس أني أنا أكتب أتعلم، لا، الاستمرارية، أن دائما التمرين كل يوم، كأن إحنا كيف نغذي الجسم بالأكل، تماما الخط يحتاج غذاء للروح، كأن أنت تغذين الروح، أنا كذي لازم أتمرن يوميا يوميا. هي الممارسة أصلا ترسخ الشيء في ذهن الإنسان. طبعا لا شك، كلام صحيح. ليش؟ لأني إذا أنت تركتي القلم كأنك تركتي الخط، وهذا أنا أوجه نصيحة أول شيء لنفسي أني أستمر في الخط العربي لكي أتقنه، وما زال، وسبحان الله الخط العربي بحر، مش أني أنا أكتب أقول لا، بحر بحر لازم تغوصين لما توصلين، وما أعتقد أنه في نهاية. يعني عندك مشروع يدمج ما بين شغفك وهوايتك ويرد عليك مردود مالي، فحدثينا عن هذا المشروع. ما أفكر يعني كلمة في أهم من المشروع، الخط العربي اللي في قلبي إني أوصل مثل ما وصلوني الخط العربي لغيري، أدعمهم أحببهم في هذا الشيء، ولكن لا يمنع إن أنا مثلا أسوي المشروع. كثير من الأشياء نكتب الحين في كل بيت تدخلين بارز ما شاء الله الخط العربي قدام عينك، سواء كان على الخامات، سواء كان على الشنط، على الكوب، على أثاث البيت، تبارك الله في كل مكان. صحيح، وحين الناس قامت تشوفه، يعني الناس اللي مش قارئين للغة العربية يشوفون نوع من أنواع الفنون. طبعا لا شك، وأقدر بعد أقول إن في كثير من الناس قبل كان يصورونه مثلا كطباعة، لكن الحين هم متشوقون إن يكتبون بخط اليد، وهذا شرف، يعني خط العربي فن أصيل لا يقدر بالثمن صراحة. صحيح صحيح. كلمة أخيرة توجهينها للي حابين يدخلون هذا المجال. أشكر سيدي وتاج راسي والدي الشيخ دكتور سلطان القاسمي، قبل صراحة ما كان في أدوات، ما كان في مراكز، أو مو موجودين الأساتذة، لكن الحين ما شاء الله تبارك الله وفر لنا كل شيء من ناحية الأدوات، الخط العربي، المراكز، المؤسسات، المعاهد. أتمنى مثل ما وصل لنا هذه الرسالة نحببهم ونغرس في نفوسهم، وأقول لهم أتمنى أنكم تتعلمون، لأن الخط العربي مش أني أنا أشوف أقول هذا خط جميل، لا، كتابة إحساس، سلاح في اليدين، يعني تعبرين عن شعورك وقت فرحة، وقت الحزن، أي مكان تروحون يكون سلاح عندك. وشكرا. الخطاطة شفيقة محمد، شاكين لك تواجدك معنا اليوم، وأنا أشكركم لاستضافتي هنا. شكرا. إذن مشاهدينا كانت هذه فقرتنا، إلى اللقاء.